السلام عليكم. في سؤال: ازاي اعمل الحائط بالشكل ده؟ طيب انا هنا اعمل سيلكت، وبعد كده هاجي هنا في الوال واقول له وول، وابدا ارسم الحائط بتاعتي بالشكل ده، وبعد كده اروح جاي كده واقول له اركتكشر، واقول له من وول انا عايز اعمل ريفيل، يعني عايز اعمل زي فجوة او قطع في الحائط، واروح حاطط بالشكل ده. وأقول له أنا عايز أكمل الحائط دوت. وبعد كده هعمل سيلكت على الريفيل، وأقول له أنا عايز أشوفه في الواجهة، وبعد كده هقول له أنا عايز أعمل أري، أحدد أول نقطة وآخر نقطة، وبعد كده أبدأ أكتب الرقم اللي أنا عايزه، يعني بدل رقم 2 دوت ممكن أقول له مثلا عايزهم 6، فيروح أعملهم لي بالشكل دوت.